حد على سلام للريس حنفي شيخ الصيادين والمركبيه وبطن كبير سفن وبواخر وغواصات والبوارج عنده غايه الشخطه منه تهز جبال والكلمه عنده شديده لكن يا خساره تنزل المره دي للست ام حميده الدم خفيف والقلب نظيف لكن ليه يا بتوع السما حددتوه ولا مره دور بطوله انما تملي نمبر قطية. فكرته ببساطه شديده جدا هو اننا بنتكلم عن شخصيه قدمتها السينما المصريه وهذه الشخصيه لاقت نجاحا كبيرا وحفرت في قلوب الجماهير لدرجه ان عندما نذكر هذه الشخصيه بتكون دلاله على اسم النجم الذي اداها ببراعه وبنجاح كبير. لو قلنا شخصيه القسطى حنفي تقول لنا ايه بالظبط؟ اقول لك نورماندي التو هنفتح القصر اكيد ده العيال الصغيره عارفه ما اعرفش يعني ما كانوش على ايامه بس بيروحوا يطلبوا الفيلم من نوادي الفيديو عشان يشوفوه. هو عبد الفتاح القصري اللي يلعب الرئيس حنفي مفيش حد غيره. مقوماته في هذا الدور ممكن اول رئيس حنفي يلعبه حد تاني غيره بس مش هيفضل سنه 1995 ما كناش نعرف الراجل بتاع نورماندي تو ده ما كناش هنعرفه وكان هيقولها واحد غيره يعني كان في واحد تاني هيقول نورماندي تو بس مش هيقولها زي عبد الفتاح الاسري ومش هيذكر سنه 95 كعبد الفتاح الاسري. ده في محلات بقت نورماندي تو ومراكب وبواخر كتب عليها نورماندي تو في السويس وبورسعيد وفي اسكندريه ده دليل على نجاح هذه الشخصيه مع هذا الممثل بالذات. فاعاده تقييمه في موقعه هذا يعني من الصعب ان كوميديان في العصر اللي احنا فيه ده يقيمه بالشكل الدقيق جدا لانه هو فارس عصره في هذه الادوار وفي هذه النوعية من الأدوار وهذا النوع من الأداء. عبد الفتاح الأسري عاش حتى وقتنا الحاضر وبعد كده هيعيش يمكن 100 سنة كمان في أذهان الناس والولاد الصغيرين والأطفال والشباب اللي هيجي بعد كده من غير ما يعرفه ومن غير ما يشوفه هيقول نورماندي تو. عبد الفتاح الأسري على طول لما مؤاخذة ما شفتكش أصل لابس الجوانتي. له عبارات جميلة طبعا. أنا ما أقولش ده الأستاذ الأسري لا هو الرئيس حنفي لأن لو كان الرئيس حنفي نفسه اللي في الحقيقة جه ما كانش هيبقى بنفس التلقائية والطبيعية والصدق في الأداء في شخصية ابن البلد زي الأستاذ الأسري. عبد الفتاح الأسري في أحد وجوهه العديدة المشبعة بالحيوية المشبعة بالإنسانية المشبعة بالفكاهة المفعمة أيضا بالروح الساخرة اللي بيملكها يعني بيدفعها في شرايين العمل وأيضا إلى شرايين المتفرجين. هذا هو الرئيس حنفي في ابن حميد. هل تعتقدي أن هناك سمات بتتفق مع شخصية عبد الفتاح الأسري علشان كده أدى شخصية الرئيس حنفي بهذه البراعة؟ هو نجح في دي وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. طب يبقى هو ايه في سمات من هنا ومن يبقى هو ده كان يعني جامد مخلط جامد قوي من كله. لا هو بيعمل حاجه ما تعرفيش يلبس الشخصيه ازاي ما تفهميش يبقى لازم تفضلي تنادي باسم الشخصيه اللي هو عملها دي. لا هو كان معجزه كان حاجه يعني مش عايزه اقول لا يقولوا عينا ان احنا جيل يعني فقير بيتهيألي مش هيجي زيه. ده هو ما يميزه ايه ده هو حطه لي كده وما ينطقش حطه لي وما اتكلمش ولا قال نورماندي ولا وان ولا تو ولا حاجه حط ولا اتكلم وقف وعمل كده ساكت لسه هيعبر يعني لسه هيقول كلامه لسه كلامه ما جاش بس واقف واخد خلاص خد العينين وخد الجو وخد الشط كله وما اتكلمش لسه يميزه ايه ده هو كل حاجه كده تميزه من غير ما يتكلم. يا سمات شخصية الرئيس حنفي اللي هو الراجل ابن البلد المعلم في بحري طيب جدا بيرضخ لأوامر مراته على طول
ده مش نوع من انواع الضعف في شخصيته، لكن ده بتبقى كانت طيبه متناهيه جدا، ودي كل صفات الشخصيه. نيجي بقى نشوف اللي لعب الشخصيه دي الاستاذ الاصري، هنلاقيه لازم يبقى هو في الحقيقه اساسا في شخصيته كده، يعني طيب لذيذ ابن بلد بجد، مفيش تكلف في الاداء، ما بيصطنعش. كانوا بيحبوا الشغل جدا، وبيحب الشخصيه دي يدرسها كويس جدا ويذاكرها كويس جدا، لغايه ما يبقى هو فعلا قبل ما يدخل يصور الفيلم الرئيس حنفي. انا بتخيل مثلا اللي يلعب الشخصيه دي مثلا كوميديان من كوميديانات الجداد مثلا بتوعنا الحديثين، بجسم اخر بشكل اخر، لا يمكن نورماندي تو او شخصيه حنفي دي هتطلع بالمظهر او بالشكل اللي قدها بيه عبد الفتاح الاسري، لان ربنا حبابي هذا الشكل. حتى انك لو اعدتي الفيلم ده تاني وحطيتي شخصيه حنفي اللي هي لعبها عبد الفتاح الاسري مش هتحسي بالفيلم كله، بل يكاد الفيلم يسقط، لان الشخصيه دي اطفت الروح العاليه جدا في الضحك على الفيلم كله، بجسمه بشكله بوشه بتكوينه، حتى اعتقد انه كان تكوينه النفسي يساعد على انه يلعب هذه الشخصية. هو شخصية هزلية في الدرجة الاولى، جادة وهو لا يعلم. عندما يكون جاد قوي عبد الفتاح الاسري يعطي بيخر كوميديا عندما يكون جاد، فهذه الشخصية لا تتكرر فعلا. تكوينه الجسماني وشكل الوش مع الحول الجميل اللي كان في عينيه، كل ده ساعد على انه هو اكيد يؤدي الشخصيه بالنجاح ده. وطبعا يعني احنا ما شفناهوش على الحقيقه، فاكيد هو كان دي طريقته في الكلام اكيد، يعني انا بقول ان ده لانه منتهى الطبيعيه، ما كانوش بيمثله يعني، يعني زيه زي مدام زينات صدقي، زي مجموعه الفنانين، اكيد ما كانوش بيمثلوا، ما بيعانوش انهم يعملوا كاركتر الا في اللبس، في طريقه الكلام بتاع، لكن الشكل طبعا كان يعني بيجبرهم على انهم يعملوا ده. يمكن هذا النمط اللي استمر مع فتح الاصري فتره طويله جدا، كان بيشكل زي ما بنقول مع تنوعات مختلفه باستمرار شخصيه عبد الفتاح الاصري، مش شخصيه الشخصيه اللي بيأديها فعلا. يعني الرئيس حنفي هيبقى هو الجزار في الانسه حنفي، هيبقى هو في كذا في معظم الافلام اللي في سكر هانم كان بيلعب دور 90% من الادوار ما عدا الادوار الاولى، كان بيظل عبد الفتاح الاصري هو مع فروق المهنه فقط، مره يلبس بدله وكرافات كده وشكلها ازاي، ومره يلبس جلابيه بلدي، مره يلبس حنوتي، لكن في النهايه هو عبد الفتاح الاصري. الرئيس حنفي هو عبد الفتاح الاصري بس طبعا مختلفه. مدام سعاد، لو قلنا انه الفنان الكبير عبد الفتاح الاصري كان له شكل مميز جدا واداء صوتي مميز ايضا، فهل هذا التميز من شروط الممثل الكوميدي؟ ويعني نقدر نقول انه يعني مظهره لازم يكون ملفت للنظر؟ له مشيه كمان غريبه غير صوته وغير شكله المميز. لا، هو احنا ايه اتعودنا، يعني احنا بنستسهل الاشياء، يعني نقول ايه ده شوف كان بقه عامل ازاي، وشوف كان عينيه عامل ازاي، فتعودنا خلاص ان الكوميديان يبقى في حاجه شكلها غريب، عينين عامله ازاي، بقه عامل ازاي، ماشيه عامله ازاي. انما هو مش شرط، مش شرط، لا الكوميديان مش شرط، مش شرط ان هو يبقى كده. يعني هخش على جيل بقى شويكار، مفيش اجمل من كده، بتعمل كوميديا مش ممكن تحكي كوميديانة سهير البابلي، انا هو قمر زي ما انت شايفه، مفيش حاجه لا مش شرط، بس احنا تعودنا على الحكايه دي. يعني الناس اللي حضروا زينات صدقي على فكره مالناش دعوه، احنا هي جميله جدا، جميله جدا. بيقول كانت عينيها خضراء وشعرها اسود ناعم جدا وكانت بيضه جدا وكانت جميل، لكن انا انت لما بتشوفي ما تشوفيش ده، تشوفي اول ما تطلع قدامك مش تقولي الله على عينيها، ايه العينين دي، ايه الشعر، لا انت اول ما تطلع تروحي ضحكه، اول ما تشوفيها تروحي ضحكه، وده نجاح ليها طبعا. وده نجاح ليها، فهو مش شرط، احنا بس اللي ربطنا يعني استسهلنا وربط. مين تاني؟ محمود عبد العزيز. تمام، محمود عبد العزيز زي القمر وشعر اسود بيعمل كوميدي. استاذ احمد مظهر عمل دور جد في الايدي ناعمه، شفت ونور الشريف لما عمل غريب في بيتي. اعتادنا احنا هنا في مصر
ان الممثل الكوميديان لازم يبقى عنده حاجه بتميزه وبيضحك بيها، يعني لا يبقى تخين فيستخدم في الكوميديا بحجم جسمه يحركوه كتير ويوقعوه على الارض وبتاع، اللي هو الكلاون المهرج. يكون قصير فيجي يمسك حاجه من فوق فما يطولهاش فها نضحك. واحد يكون عنده حاجه في عينيه، يعني كوميديا العاهات. كوميديا العاهات دي مرفوضه تماما. اولا يجب ان يكون الممثل الكوميديان الجيد بداخله ممثل ايضا جيد جدا، فلو ما توفرش فيه ان هو ممثل اساسا جيد مش هينفع يطلع يعمل كوميديا. هي ممكن تكون بتميزه، يعني انا مثلا انا وقعت في المشكله دهيت، ان انا في اول ما اشتغلت كانوا بيستخدموني عشان حجم جسمي، فدي عملت لي عقده. قلت لهم الله، هو انا يا جماعه وانا مش دولاب بتحرك بتحطوني في اي حته وكده، انا راجل ممثل برضو. الى ان اثبتت ده الحمد لله، بياخد فتره طبعا، بس مساله الشكل في الكوميديان بتميزه. يعني زي ما يكون عندك انت في البيت في ثلاث فازات مثلا، الثلاثه دول اتنين زي بعض وفي واحده كبيره شويه، فهتلفت نظرك الكبيره دي عن الاثنين التاني، يعني عينك دايما هتروح عن الكبيره شويه، الاثنين التانيين انت شايفاهم زي بعض. فمساله شكل الكوميديان اللي بيبقى فيه شكل معين في وشه في جسمه في طوله، مساله انا من رايي انها بتميزه، ولكن ما بتساعدوش في الاضحاك، لان هو لو استخدمها اساسا في اضحاك الناس واعتمد على الحكايه دي، انا بعتبره ان هو بيبقى ممثل ضعيف وكوميديان ضعيف، وما هو الا مهرج. ولكن استاذ عبد الفتاح القصري ما كانش بيعتمد على تكوينه، هو كان قصير وتخين وكان عنده حاجه في عينيه، بس انا ما تهيأليش عمره ما استخدم الحاجات دي في ان هو يضحك الناس. بالعكس، ده احنا حبينا الاستاذ القصري وعشقناه وكنا بنضحك من قلبنا عليه من خلال تمثيله وصدقه والطبيعيه بتاعته في الاداء وعدم التكلف. هم الممثلين الكوميديانات بيحاولوا يبقى لهم ملامحهم الخاصه، لكن ما نقدرش نقول انه ممثل كوميدي كبير زي عادل امام، زي محمد عوض، زي يعني اسماء كثيره في السينما المصريه يعني اشتهرت بانها، سمير غانم اشتهرت بانها بيمثلوا الكوميديا في شتى صورها، لكن مفيش ملامح محدده. يمكن في الفتره الاولى كانت الملامح دي اساسيه، بمعنى انهم كانوا بيشتغلوا ابطال لكن بيشتغلوا ممثلين ثانويين او سنيده زي ما بنقول. يعني مثلا لو ممثله زي زينات صدقي هنقول ايه فيها ملامحها ايه، من سنه عاديه جدا، بس هي بتخلق لنفسها ملامحها الخاصه. اذا ما كانش في تميز شكلي، فتح القصري تميز شكلي، اسماعيل ياسين تميز شكلي، لكن هنا عند بعض الممثلين الاخرين تميز نوعي مختلف، او زمانيه تميز كيفي، يستطيع ان هو يعمل ملمح خاص ليه علشان الناس بتبقى عارفاه بيه. يعني حسن فايق اكتر ما يميزه كان الضحكه، هذه الضحكه يعني ايه، واخدها من ياما كان منورجست برضه، بس استطاع ان هو يوظفها فتره طويله بشكل جيد جدا، لكن الناس بقت عارفاه كده. بشارواكين ما كانش عنده ملمح خاص، لكن عنده حضور خاص، وده اللي بيميز فنان عن فنان بحضوره القوي او بحضوره باهت على الشاشه. ما هو بعض الناس ايه مدام صفاء تعتقد ان الممثل الكوميدي لازم يبقى شكله مفركش، يعني ما ينفعش ان هو يبقى بني ادم كده عاقل وكويس وشكله حلو، ما ينفعش، لازم يبقى فيه عاهة عنده، يبقى هو بيعملها، يبقى مع ان ده مش ضروره. يعني في يعني مدام زينات صدقي كانت جميله، يعني انا بشوف انها كانت حلوه. بالظبط، مدام يعني حمدي برضه كانت حلوه برضه بالظبط، ولكن انا مش عارفه ايه، يعني الناس متصورين انهم الكوميديانات دول لازم يبقوا يلخبطوا شكلهم، يلبسوا لبس غريب، و دي طبعا انا مش مع حكايه، مش مع الحكايه دي خالص خالص، لان احنا عندنا نجومنا الحاليين، يعني في مدام شويكار زي القمر وشيك جدا ولذيذه جدا وكوميديانه، وعندنا برضو هلا فاخر اموره جدا ولذيذه جدا وكوميديانه. لا يعني احنا وام مدام سعاد يونس، مدام سناء يونس، سعاد نصر، كل دول شكلهم جميل جدا وبيعرفوا ينقوا الحاجات اللي بيلبسوها وكل حاجه. بالرغم من كده في بعض منهم بيحاول ان هو يعني علشان هي كوميديانه
يوحش ماشي عامله كده بقى وبتاع مش عارف ايه ما ملوش لازم خالص. الكوميديان لابد ان يكون له حضور قوي ومشع عند الجماهير. بمعنى الكوميديان لازم يبقى فيه ديفو في شكله، زاويه كده من وشه لها حاجه بتضحك. مش ممكن اجيبي لي كوميديان شكله زي كلارك جيبل او زي ألان ديلون، مش ممكن هتلاقيه. يعني انا اتحدى واحد شبه حسين فهمي كده، شعر اصفر وعينين زرقاء، ويطلع يضحكك قوي، لان هو مقاييس وشه حلوه، يعني مقاييس كلها سليمه 100%، مناخير مش عارف ايه، عينين ايه، شعر ايه، شكل ايه، مش هيضحك قوي. تيجي للكوميديان تبص تلاقيه فيه زاويه كده معرفش فيها ديفو، عينيه مبرقه قوي، مناخيره مفلطحه، وشه مسطح، تلاقي عنده حاجه، جسمه ليه كرش، مشيته فيها حاجه كده ما تعرفيش بيمشي ازاي، رجليه معوجه، طويل قوي، قصير قوي، يعني في ديفو في جسمه وفي شكله. هذا بقى اذا اضيف اليه خفه الدم بقى اللي ربنا بقى حاططها فيه، يبقى مسخره بقى، يبقى راجل بقى بيضحك كده طوب الارض. تعالي بقى اذا كان متعلم كمان، عنده ثقافه، وعنده ثقافه وخلفيه سليمه جدا، وقاري وشايف وعارف، لان الكوميديا كمان حركه مدروسه، يعني ما يحبش الهبل في الكوميديا. الراجل ده اللي نجحه ان هو اساسا طبيعي. بيقال ان الفنان الكبير عبد الفتاح القصري من الفنانين اللي بيتميزوا بظاهره الارتجال، وانه لا يتقيد بالنص المكتوب. فهل تعتقدي ان هذه نقطه تحسب له ونقدر نقول عليها تميز؟ وهل من المفروض ان الفنان الكوميدي يكون متميز بحكايه الارتجال دي؟ انا ضد الخروج عن النص، لكن فعلا لما بتقفي قدام الكاميرا او بتقفي قدام على المسرح بقى، مهما كان عبقري، في جمله معينه بتقوليها ساعه اللحظه دي ما بتحسيهاش في البروفه، بتحسيها وانت واقف ان الجمله دي ناقصه. ناقص مش خروج عن النص، يعني تكتبي حاجات وتقولي حاجات، لا ما اعرفش اكتب جمله على بعضها، لكن احس ان الجمله دي ناقصها حاجه، نصها الاولين يجي في الاخر، نصها الاخرين يجي في الاول، ناقصها كلمه افضل اظبط فيها كل يوم. اشمعنى دي انا بسيب الروايه كلها ودوري كله وامسك الجمله دي؟ احساسي انا كممثله بيقول لي الجمله دي فيها حاجه، افضل اظبط فيها، اجيبها كده واجيبها كده، واحط لها فيه في الاول، واحط لها واو، واحط لها لام في الاول، لغايه ما فجاه اكتشف انها بقت افيه يعني حاجه تضحك الناس. انا احساسي قال ان دي فيها حاجه. هم كانوا بيفصلوا له ادواره، يعني كان في مؤلفين زي ابو سعود البياري وجوهر والناس دي، والناس اللي كانت بتكتب الكوميديا كانوا بيفصلوا له ادواره، كانت ادواره متفصله، وكانت الموهبه الكامله جدا عند المؤلف الكوميدي كانت موجوده، وكان يعرف انه حبيكتب للريحاني، بيكتب لاسماعيل ياسين، بيكتب لعبد الفتاح الاسري، فبيكتب لهم. لا هم مش داخلين بقى مدرسه بقى ارتجال، يعني الفيلم برده بيتقطع وله كيوهات ومفاتيح وبيسلموا بعض تمام وكل حاجه في الكلام، انما ما كانش فوضى يعني يدخل يرتجل. لا ده دلوقتي الحكايه دي احيانا، انما دول كانوا فعلا بيقولوا، بس كان لهم لازمات. يعني عبد الفتاح الاسري ليه لازم نورماندي تو، لكن كاتبها له الراجل، مش هو بيقولها من عنده. كان الكوميديا في السينما المصريه كان بتكتب كويس. اسماعيل ياسين كان بيرتجل، بس بيرتجل ماشيه، بيرتجل حكايه، بيرتجل شفتين بيعمل بيهم حاجه بتاع، انما عنده مكتوب الكلام ده. الارتجال دي مساله اخرى. انا بعتقد ان عبد الفتاح الاسري كان بيقول الكلام اللي كان مكتوب، ولكن شخصيته زي ام كلثوم اما بتغني بتضيع الملحن. انا بعتقد ان ده لازم، يعني ده مهم جدا في الممثل الكوميدي بالذات، لانه احنا مثلا بتصادفنا ساعات نصوص ما فيهاش كوميديا، والمخرج يطلب منك يقول لك لا انا جايبك عشان تعملي لي بقى حاجات كده لذيذه وبتاع مش عارف ايه. هو بيبقى عيب على فكره، بيبقى عيب جامد جدا. يعني انا لما اخد ورق مكتوب الكوميديا بتاعته واضحة أو الإفيهات بتاعته مكتوبة جاهزة، أنا بجود من حيث الأداء، لكن أنا عشان أحط جمل من أول وجديدة أو أحط من شخصيتي عمل ورا عمل ورا عمل، ما هو هيبقى هو نفس اللي أنا بعمله في كل حاجة، نفس الحكاية. إنما هو الارتجال مطلوب بالتحديد دلوقتي في وقتنا ده على المسرح،
لكن الارتجال اللي هو ما نبقاش بنفكر في الكلمه قبل ما نقولها زي ما في ناس كتير قوي بتعملها يعني ما يفكروش ايه الجمله دي هتاذي مشاعر الناس اللي بتتفرج ولا لا فيروح قايلين حاجه وبعد كده يقول لك اه لا انا اصلي غلطت وما المفروض برضو الممثل يحسبها يعني كويس انما في ساعات بتحصل حاجه في الصاله ولد بيعيط واحد نايم في الصف الاولاني طب ده انا اسيبه ازاي فتح القصري ربما يمكن لضعف ذاكرته او ضعف ما كانش بيقرا كويس يعني كان بيتقال له معنى الحوار وهو بيعيد الحوار بالشكل المناسب اللي بياخد مفتاحه من الشخصيه اللي قدامه والشخصيه قدامه بتاخد منه وده شفناه على المسرح كتير مع فتح القصري في فرقه اسماعيل ياسين كويس جدا ما كانش ارتجال بالمعنى اللي احنا ممكن نقول الارتجال اللي فيه اضافه في السينما انا لا اعتقد انه هذه المساحه يجب ان تكون لانه مش هو اللي بيحدد ايقاع الشغل ايقاع العمل بيحدده المخرج يعني لو نفرض ان هو كان بيرتجل طيب احنا خلال الافلام والاعمال اللي شفناها للاستاذ عبد الفتاح القصري هل حضرتك شفتي يعني حسيتي في نشاز في الكلام اللي بيقوله او ما حبيتيش جمله قالها او حاجه ما ظنش كلنا عشقنا النفس اللي بيطلعه فاذا كان عمل كده هوت فده يبقى حاجه كويسه جدا طيب حاجه تانية هل الممثل الكوميديان لازم يرتجل الممثل الكوميديان بالذات لازم يعني يتساب له حته ابداع بتاعته هو يعني ايه يعني مثلا في المسرح انا بمسك النص بحفظ الدور بتاعي كويس جدا وبخضع لتعليمات المخرج في الميزانسي وفي وكل حاجه وبيجي في العرض انا باضيف اللي هو قضيه خروج عن النص خروج عن النص ده مش عمل مهين او حاجه بعملها وحش لا ده لازم للممثل الكوميديان زي ما المخرج ليه حته ابداعه بيضيفها وزي ما المؤلف ليه حته ابداعه بيضيفها في الورق الممثل الكوميديان بالذات ما هو مال هو ممثل كوميديان ازاي لازم يضيف حته من عنده من خلال العمل برضه يعني مش هيقف يخطب في موضوع بره العمل لا ده من سياق العمل نفسه بتضيف جمال للموضوع وبتدي شكل جميل وبترضي هو ذاته ككوميديان بحيث ان هو اضاف حاجه من عنده الناس اتبسطت منها وهتحسب ليه بالرغم من جماهيريه عبد الفتاح القصري الا انه فضل طول حياته يقدم شخصية السنيد في الأفلام فتعتقد ما هي الأسباب في ذلك وهل ده كان سببه تكوينه ولا يعني نقول إيه بالضبط ولماذا لا يحدث هذا في السينما العالمية شكله وتكوينه الجسماني لازم يبقى أب يبقى عم يبقى خال يبقى الرجل اللي مثلا الغني اللي عنده فلوس اللي عايز يتجوز البنت الصغيره بتاعه فما يعني احتمال ملهاش قصص طب رغم من ان المستوى السينما العالميه ممكن هذه الشخصيات تقوم بعمل بطوله مطلقه ما هو ده في السينما العالميه يعني هو من الناس القلائل اللي شكله حدد ادواره وربنا حباه بالموهبه الفطريه والكوميديا العفويه انما هو الوحيد يمكن اللي زي شرفنطح والناس دي اللي في السينما اللي شكلهم حدد ادوارهم وخلاهم يلعبوا الادوار دي انما تقولي لي هو سنيد مش سنيد عبد الفتاح القصري كان ممكن واحد يكتب له فيلم ويبقى بطل فيلم عبد الفتاح القصري كان ممكن يبقى بطل رواية مسرحية لوحده هل الكوميديان سنيد بس أو دي عملية هنا في مصر بس عملية موجودة هنا عندنا في مصر بس الكوميديان يجيبوا سنيد بقت من كلاسيكيات السينما ان عبد الحليم حافظ يجيله عبد السلام النابلسي يمشي جنبه سكرتيره ويضحك فريد الأطرش يمشي جنبه اسماعيل ياسين او عبد السلام النابلسي او عبد المنعم ابراهيم فهم زي العمليه اللاف ستوري اللي حصلت في السينما المصريه من ايام كلارك جيبل في هوليوود وجت هوليوود عمل كلارك جيبل وذهبه مع الريح وبنت بتحب ولد الى درجه الموت الى درجه روميو وجولييت فوقفت السينما المصريه عند اللاف ستوري
حتى في افلام كتير بتتوقف عندنا لما يقولوا ايه جبنا يسرى مثلا، مين بقى الولد؟ ولد ايه؟ انه ولد؟ ما هم متوقفين عند حتة اللوف ستوري، يعني كل الادوار جاب حسين فهمي وسعاد حسني، خلاص الفيلم خلص، خلاص اتباع، والباقي باي باي، يعني يدوروا عليه بقى يجيبوا فلانة فلان فلان فلان، بس جابوا الاثنين دول. ووقفت السينما المصرية عند هذا. واحد موهوب، انا عايزة ايه اكتر من كده؟ ما انا اروح اجيب ناس من نادي الجزيرة ومن نادي مش عارفة ايه ومن الجامعة الامريكية وعملهم ابطال، وانا عندي فنان موهوب مش عارفة اعمله، اقولك عشان اصل الكوميديان لازم يبقى سنيد. ليه؟ مين قالك كده؟ اذا كنت انت بتجيب ناس ما بيعرفوش يمثلوا ويقفوا تقولك اقول كده ازاي؟ لا طب استنى شويه والله ازاي وده موهوب بقى، ده مش هيبقى بطل، وانت تروح تجيب لي ناس ما لهمش دعوه بالتمثيل وتعملهم بطلات وابطال؟ هو ده برضو بيحصل بره، ان هم بيسوا واحد بيبقى عايز ستايل معين، زي اللي عمل جيسس كرايس اللي عمل فيلم المسيح كان عايز شكل معين، راح دور عليه لغايه ما جابه وعلموه التمثيل. ده وضع، ده وضع اخر. لكن واحد موهوب تقولي لي الموهوب ده مش هينفع غير يبقى سنيد؟ ازاي انا حتى مخي يقتنع بيها؟ استحاله. العيب فيهم هم، العيب فيهم، انما يعني مش في الشكل مثلا، عشان يقولوا دايما البطل لازم يكون وسيم. لا، ليه مواصفات خاصه، يعني تعتقد انه حكايه الشكل دي ما لهاش دعوه؟ اذا كانوا دلوقتي بيوحشوا نفسهم، اذا كانوا دلوقتي النجوم بيوحش ورجع لك شعره ورا ويزفلطه كده بالبتاع بالصابون وحاجات كده عشان يبقى كاركتر ويبقى كده يلمح من عبد الفتاح القصري، يلمح من عبد السلام النابلسي. دلوقتي عموما هم قهروهم، يعني صحيح ما ادهمش بطوله بس هم قهروهم، لانك بتخش نادي الفيديو بتلاقي واحد ما عندوش فكره عن مين بطل الفيلم، يقول له عايز فيلم فيه عبد الفتاح القصري ونبي يشوف لي فيلم فيه زينات صدقي. هم قهروهم واصبحوا نجوم في الحته بتاعتهم. عبد الفتاح القصري ما كانش ممكن زيه زي معظم نجوم الكوميديا فتره طويله جدا، ما كانش ممكن يبقى بطل زي ممثلين كبار قوي زي محمود المليجي مثلا، ما كانش بطل، برغم ان ما فيش حد يقدر ينكر موهبه وقدره محمود المليجي الفذه كشيء يعني ما حصلش مثلا. بس امتى نقدر نقول ان محمود المليجي ده مثلا في فيلم الوحش محمود المليجي هو بطل الفيلم الحقيقي؟ لكن يظل وبرغم انه مع صلاح ابو سيف يجيب له انا راجدي، انا راجدي افيش اللي بيسموه النجوم، لو النظام النجوم اللي كبل السينما المصريه لفتره طويله جدا وما زال حتى الان بيكبلها، بمعنى انه عبد الفتاح القصري ومجموعه الكوميديانات كانوا بيلعبوا الادوار التي لا تستطيع الاستغناء عنها، لانه تركيبه الفيلم يعني الفورميولا اللي بنقول عليها التركيبه زي تركيبه الدواء كده، حتى يعني شويه كده شويه ميه على شويه اكسجين على شويه مش عارف ايه على شويه ايه، التركيبه دي هي اللي كانت بتعمل الافلام، يعني رقصه اغنيتين شرير خير بنت مظلومه وهكذا، التركيبه لو حصرناها هتبقى هي في كل الافلام. الكوميديانات كانوا بيلعبوا دور السنيده ولا مكان لهم على خارج هذا الاطار. احنا عندنا قضيه حضرتك مهمه جدا ومش فاهمينها احنا خالص، اللي هو يقول لك ده ممثل سنيد، فحس بالجمله دي ان انا مكواجي على طول، مفيش حاجه اسمه ممثل سنيد، في حاجه اسمها ممثل كبير وممثل صغير، وفي حاجه اسمها ومفيش حاجه اسمها دور كبير ودور صغير، لا في حاجه اسمها ممثل كبير وممثل صغير، بمعنى ان يعني انا هذكر لحضرتك مع احترامي طبعا الاستاذ عبد الفتاح القصري واحنا بنتكلم عنه النهارده، بس في حاجه اسمها الممثل الاستاذ عبد الغني نجدي، ده كان ممثل صعيدي كان بيطلع فكرك بيه حضرتك، اللي هو كان يقول جمبري 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 جمبري، الراجل ده كان راجل عجيب بيطلع يعمل جملتين في كل فيلم، لكن علامة من علامات السينما المصرية إلى الآن ولا يمكن إحنا ننساه. تكوينه ممكن إحنا عندنا السينما المصرية تكوين الجسماني بيحدد الممثل، لان في عقليات للاسف بتشوف كده، يعني الى الان الجان لازم يبقى شعره اصفر وعينيه بنفسجي وبقه اخضر ودانه لبني وحاجات كده غريبه عشان يطلع بيحب وبتاع، لكن بالعكس ما احنا عندنا القصير بيحب والطويل بيحب والتخين بيحب والرفيع بيحب والمكسح بيحب واللي راكب طياره بيحب، كل فئات الدنيا اللي ربنا خلقها بتحب، لكن احنا عشان دي سينما وناس بتشوفها لازم اللي يطلع بيحب ده يبقى حاجات كده. تكوينه ممكن يكون حصره في أدوار ابن البلد والمعلم، وده مش وحش بالعكس، ده إلى الآن
لم يملأ هذا الفراغ حد. يعني هو ساب هو محدش عارف يعمل فيه حاجة. هذا الفيلم نجمان كبيران وهما النجمة الكبيرة هند رستم والنجم الكبير أحمد رمزي، فهل تعتقدي اشتراكهم في هذا الفيلم كان لضمان توزيع الفيلم ولا لأنهم لاحظوا أن في هذا الفيلم مجموعة كبيرة من الكوميديانات المحبوبين فأرادوا أن يشتركوا معهم لضمان الجماهيرية العريضة؟ هم عارفين الناس دي عندها جماهيرية عريضة، يبقى أنا اللي بيتفرج عليا مثلا 2 مليون هم جمهورهم 10 مليون، فأنا يبقى كسبت الثمانية التانيين، كسبت جمهوري وجمهورهم، لأن هم عارفين دول عندهم. وبعدين ده مش هند رستم بس وأحمد رمزي، خدي بالك أفلام إسماعيل ياسين كلها كل النجمات مجدة وزهرة العلا كانوا البيج ستار في وقتها اشتغلوا مع اسماعيل ياسين، ورشدي أباظة ما فيش حد ما اشتغلش مع اسماعيل ياسين، لان هم كانوا عارفين نجومية الناس دي وجماهيريتهم عند الناس قد ايه، وهم كانوا عايزين يشاركوا في هذه الجماهيرية. وبين حب كانوا هم كمان حابينهم. لو نشوف الافيش اوكي، لكن مين بقى البطل الحقيقي؟ يظل عبد الفتاح القصري وزينات صدقي هما ابطال هذا الفيلم الحقيقيين، مش بمساحة الدور، بمساحة الحضور ومساحة الحيوية. زينات صدقي ممثلة عبقرية، يمكن الوحيدة اللي ممكن كملت مشوارها رحمة الله عليها، أيضا نعيمة الصغير، الاثنين دول ممثلات. بالمناسبة برضو زينات كانت راقصة يعني، وشغلت في مسرح جامعة أنصار التمثيل والسينما، وبعد كده دخلت مسرح الريحاني، وبعد كده دخلت مسرح إسماعيل ياسين، وكملت مشوار ضخم جدا من أفلام أكثر من 100 فيلم، وكانت ما أن تظهر على الشاشة تشع. ممثلة كبيرة حتى لو في الأدوار المنمطة زي عبد الفتاح القصري، هو نفس الحكاية، محدش يعني ممكن حد ينسى أبدا لعبد الفتاح القصري الجملة الشهيرة بتاعته حنشن في حاجات هنا برضو. لما كتبت كويس، نرجع للكتابة، كتبت كويس، لما كتب كويس يعني يظل المسألة خاصة بإمكانيات الممثل في الأداء. نحن الآن يعني بنفتقد هذا النموذج، نموذج صادق جدا، ظلمته السينما وظلموا كتاب السينما، لكن هم فعلا عوامل، مش هقولك انهم عوامل مساعدة، لكن هم واجهة، لكن الفيلم كله التلاتة دول. فطبعا ده منتهى، اقولك ايه، مفيش انانية، مفيش انه هو لا الفيلم انا من الجلدة للجلدة، لا ما ينفعش حد يضحك جنبي. يعني مثلا نشوف اغاني حتى اللي في الافلام القديمه، الاغنيه حتى مدام ليلى مراد بتغني وجنبها برضو حد فاتن حمام، مش عارف كله، وجنبها عبد السلام النابلسي مثلا بيعمل شغال في الافيهات، وعبد الحليم حافظ، وعبد الحليم وهي بتغني او هو بيغني. ما فيش بقى حته انه هياكل مني الكادر، هياخد عيني المتفرج، هيضيف لي مشكله. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان انا لما اقف قدام ممثل قوي هيقويني وهيرفعني جامد جدا، لو وقفت قدام ممثل ضعيف هياخدني وننزل. الفيلم ما ينجحش بيهم بس، يعني مش ممكن يعني ما عبد الفتاح القصري واسماعيل ياسين وزينات صدقي يبقى موجودين في فيلم زي ده، لابد ان الفيلم يبقى لامع جدا وينجح. مش معنى كده ان هم سندوا الاخرين، سندوا هند وسندوا احمد رمزي، لا، مش حكايه تسنيده او هم سنيده لهم، حكايه ان الفيلم متكامل يجب ان يكون بهذا الشكل وهذا النمط. الظروف والله انت جايه، ودول كانوا النجوم، ودي كانت التراكيب اللي بتحصل زي ما بيحصل عندنا هنا دلوقتي. مثلا بيبقى مثلا ياسر عادل وليلى كوثر وبيجيبوا معهم كوميديان، فبالظبط كان بيحصل كده حضرتك زمان، هند رستم واحمد رمزي، فيبقى معها اسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري كده. فدي ظروف كانت ما نقدرش نحسها قوي، لان كان الظروف الاقتصاديه زمان بتختلف عن ظروفنا الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي، والظروف الاجتماعيه والظروف السياسيه، فكل ده بيتاثر بالتكوينات والحاجات دي. بالرغم من عبقريه نجوم الكوميديا امثال عبد السلام النابلسي واسماعيل ياسين وزينات صدقي وغيرهم والاستاذ عبد الفتاح القصري طبعا، الا انهم لم ينالوا أي جوائز في أي مهرجان. وحتى الفنان والنجم الكوميدي الكبير عادل إمام لم ينال الجائزة على فيلم كوميدي، بل نالها على دور نقدر نقول عليه تراجيدي أكتر. فإيه السبب؟
وزي ما حضرتك استغربت للموضوع ده انا استغربت جدا بس انا حللتها واجبت على السؤال ده بنفسي انه الفنان عادل امام واخد جوائز كل يوم من الجمهور اللي بيروح يتفرج عليه في رواياته الكوميدي او في افلامه الكوميدي. لما غير بقى وعمل شخصيه جاده شويه فده يبقى انت غيرت بقى وعملت لنا حاجه جديده جدا فده يتسحق عليها جايز. يعني اقول لحضرتك على حاجه، ما فيش مسلسلات بتتكتب كوميدي الا قليله جدا. يعني المؤلف يكتب المسلسل اهو مسلسل كوميدي، لكن ما فيش حد مثلا يكتب لفلان الفلاني لفلانة الفلانيه ما فيش ده عندنا نهائي. يعني ما بيبقاش مثلا متفق مع الممثل او مع الممثله الاول قبل ما يكتب يقول انت هتشتغل معايا او انت هتشتغل معايا، يقول اوكي يكتب بقى. مفيش ده، بيكتب الورق اي حد بقى يمثله. يعني لو ما نفعتش مثلا تمثله ممثله بتشتهر بالادوار الجاده طب يا جماعه نقلبه بقى كوميدي وتيجي بقى هلا فاخر تعمله بتاعه ما هو كده. يعني احنا ما بيعتنوش بينا نهائي حقيقي، يعني الا في المسرح. المسرح اقول لك طبعا روايه الكوميدي بتتكتب وبتعمل عليها بروفات وبنجود في الادوار وانما سينما او تلفزيون نادرا ما بتلاقي مسلسل كوميدي. ايه اللي خلى الجوائز لا تعطى للممثل الكوميدي؟ لان الممثل الكوميدي ما تحطش في فيلم ليه مراحل وليه دور ليه ابعاد وفيلم سيناريو مقسم تقسيم سليم كعمل سينمائي، وهو واخد دور ايوه كوميديان انما بطل للفيلم بشكل واضح فما بيعملوش ده دلوقتي. يعني بقول لك اللاف ستوري او قصه الحب مسيطره على الانتاج لغايه دلوقتي، الكوميديان عاوز جو كله مرح وكله الوان جميله وساطعه وبيجري في جناين وبيجري في ادواره كلها في سيرك في مثل في ملاهي في الشكل العام بتاع الكوميديان يبقى لامع وساطع ومشع. ده مش موجود. ده دلوقتي يجيبه في ديل واحد كده يقول التاني يقول يا فتحية، التاني يقول يا فتحية، قال يعني ردد بيضحك عشان يسنيد للتاني. لا ما يصحش. هو الكوميديان إنسان في الأول والآخر. يعني لو جابوه في قصة حب بيحب مراته بيحب أولاده بيحب بلده بيحب عمله هينجح أكتر من الجان، ولذلك هو ما بيدلوش جوائز لأنه مش متواجد أساسا. بخلاف يعني قليل قوي عادل إمام كان موجود في أفلامه، وإسماعيل ياسين كان موجود في أفلامه بشكل واسع، لكن على أفلام إسماعيل ياسين ما كانش فيه أيامها جوائز، أعتقد أنه كان خد جوائز. السينما المصرية ظلمت كل فنانين اللي لعبوا أدوار كوميدية في زي ما نقول محاصرتهم في التنميط في مسألة الأدوار المتشابهة. ما كانش ممكن تحت أي ظرف أن في مهرجان ما في أي بلد في الدنيا أو في داخل مصر يدي لعبد الفتاح القصري اللي بيلعب طول الوقت كزار وحنوتي ومعلم وصبي قهوة، ما مش ممكن، أو رئيس صيادين. إذن المسألة ما هيش متعلقة بالمهرجانات أو بالكوميديا أو ممثل الكوميديا عموما، لكن متعلقة بالكتاب والمخرجين اللي يعني ظلموا هؤلاء الفنانين ظلم بين بمحاصرتهم في هذه الأدوار المنمطة، بحيث أنه ما كانش أنا لو عضو لجنة التحكيم ببص ألاقي دور سمير غانم أو نجيب الريحاني أو يعني حتى المعاصرين يعني أو ضيف أحمد أو جورج أو عشرات الممثلين الكوميديانات الكبار عندنا أو حتى عبد المنعم إبراهيم وفتح القصري وفي آخر أيامه أو زناد صدقي أو مريم منيب، ما كانش ممكن لأن احنا بنشوفهم كل مرة هم ففيش منطقة تميز. فكيف يستطيع محكم في لجنة التحكيم في مهرجان أن يعطي جائزة لشخصية غير متميزة؟ في أحد المهرجانات العالمية الكبرى اللي هي مهرجان فينيسيا كان رئيس لجنة التحكيم المخرج الكبير برتلوتشي أدى ممثلة سيدة عجوز 70 سنة الممثلة الأولى على كل نجوم العالم، وهذا مهرجان أعرق المهرجانات في العالم، لسبب بسيط أنها كانت ممثلة صادقة 70 سنة وأول مرة تمثل، وخدت نجمة أحسن ممثلة في المهرجان سنة 83. هنا ما فيش يعني هنا ليه بقى؟ لأنه هنا في منطقة تميز خاصة جدا، في دور مكتوب كويس
هذه السيدة أدته بشكل جيد رغم أنها تمثل أول مرة. الفنان مش ممكن ياخد كل حاجة، يعني حب الجمهور الرهيب للكوميديان مش عشان. هاتي دلوقتي أكبر نجم ومشي معاه كوميديان درجة تانية، هاتي دلوقتي أكبر نجم في مصر ومشي جنبه، مش هقولك عادل إمام، مشي جنبه واحد سيف، بلاش شوفي إيه اللي هيحصل. يعني هي المسألة متقسمة، يعني مش معقول فنان ياخد كل حاجة، ياخد الجوائز وياخد النجومية وياخد حب الناس الرهيب. الكوميديان جايزته الحقيقية تواجده، كم تواجده في قلوب الناس. أيوة سعاد، بس ده ما يمنعش إنه لما ييجوا يعملوا جوائز في مهرجانات إن هم يقدروه يدلهم جائزة. طب ما هو برضو والله هم الخسرانين، بتهيألي بتوع الجوائز هم الخسرانين. أقولك على حاجة، أنا في حادثة سمعتها، كان في مهرجان في تونس، كان عادل إمام مترشح، وأنا سمعت برضو، معرفش ممكن تكون دي إشاعات، أنا متفرجة، أنا ست بيت بمثل، بس لما ببقى ما عنديش طبيخ أو حاجة فبروح أمثل، كان أنا أساساً ست بيت فبسمع زي الناس ما بتسمع. سمعت إن عادل دي آخر مرة كان يروح يقدم في إن هو يبقى في مهرجانات أو بتاع. كان مفروض عادل إمام له فيلم وفي زميل تاني له فيلم، فعادل سمعت إن الناس شالوه من الطيارة لغاية المكان السينما، الجمهور شالوه من الطيارة لغاية المكان اللي فيه المهرجان. وبعدين لما ما خدش الجائزة أعلنت الجوائز وعادل إمام ما خدش الجائزة، سمعت إن الناس كانت هتكسر السينما. النجوم رحمة الله عليهم نجيب الريحاني وزينات صدقي وحضرتك تفضلتي وذكرتيهم، على أيام هذا العصر ما كانش فيه بيقام مهرجانات، ولا يعني ما كانش فيه بالحكاية الموجودة عندنا الوقت دي، فلذلك ما اتحتش الفرصة ليهم ان هم يترشحوا وينالوا جوائز. ولكن لو كانوا موجودين في هذا العصر فأنا أديهم، لو في جائزة أكبر من الأوسكار أديها لهم. الأستاذ عادل إمام حضرتك بتقول لي حصل على جائزة في فيلم الإرهابي وما حصلش قبل كده، أنا بعتبر أن نجاح الأستاذ عادل إمام وحب الكبير لي من هنا في البلد والوطن العربي بأجمعه دي أكبر جائزة. أنا يعني إيه أخد جائزة حتة ورقة ويقولوا لي أنت أحسن ممثل؟ أنا حضرتك مش في مدرسة ابتدائي، أنا يعني أنا بعتبر دي أن أنا أخد جائزة كده، ها أنت خدت الأبلة ادتك ثلاث نجوم. وبعدين للأسف كمان الجوائز عندنا بيتدخل فيها حاجات تانية غريبة جدا برضو، فلما أخد جائزة بحس ساعات كمان أن الجائزة دي كمان مش يعني مش ملعوب فيها، مش على قدر يعني مش يعني تقدر حضرتك مش بجدارة، يعني فيها حركات بتحصل ومناقشات ونديله ده ومؤامرات بتحصل وبتاع، يعني مش صح. إنما الجائزة الحقيقية لما أمشي في الشارع والناس تقابلني تفتكر لي عمل كوميدي وتقعد تضحك أول ما تشوفني وتفكرني بإفيهات أنا عملتها، يا على السعادة، دي أحسن من ألف جائزة. لو قلنا إنه الفنان عبد الفتاح القصري موجود في عصرنا هذا وبيننا يستطيع أن يقدم أعمال فنية، فهل تعتقدي أن طريقة تمثيله أو أسلوبه في الأداء يتمشى مع العصر، وهيكون وضعه إيه أو مكانته إيه في الكوميديانات؟ برضو هيبقى زي ما هو كده، وبرضو مش هياخد جوائز، لأن الكوميديانات خلاص احنا اتفقنا أن في موقف من الكوميديانات ما بياخدوش جوائز، بس أنا ياريت كان يجي عشان أي زمثل معاه. أعتقد برضو أنه نوعية الأدوار اللي كان بيعملها حتى في السينما بالرغم من انها بتبقى ادوار تانية الا انه بيشيل الفيلم، فزي مثلا طبعا مع الفارق زي استاذنا الاستاذ حسن حسني لما بيشترك في مسرحيه ما بيبقاش هو البطل، لكن بتطلعي من المسرحيه ان هو ده البطل، المايسترو اللي بيقود الناس اللي حواليه اللي بيشيل المسرحيه فعلا. فانا اعتقد ان الاستاذ المرحوم الاستاذ عبد الفتاح القصري كان ممكن عمل الحكايه دي. بس لو اتواجد بقى هذا الرجل اللي اسمه عبد الفتاح القصري في هذا العصر هيقلب المعايير ويبقى عندنا ابن بلد موجود في السينما، خلاص يعني ياريت ده كان ينجح بشكل، لان الناس بتحبه، هو ناجح خلاص، هو موجود كل يومين ثلاثة بيتعمل فيلم من افلامه والناس بتضحك عليه، فاذا وجد في فيلم اخر بس جسمه بقى والاجسام كلها اتغيرت، فهو
كان الناس يعني احمد ادم جنب الاسري مثلا او محمد هنيدي كان هيبقى منظر مضحك شويه. هو طبعا الاستاذ فتحي الاسري لو كان موجود في هذا العصر طبعا ده كان هيبقى حاجه فظيعه جدا، ولان الموهبه لا تتجزأ على مدار العصور، ولكن الموهبه هي بتبقى دائما، لان الانسان بيولد بهذه الموهبه. فلو كان موجود في هذا العصر او بعد 100 سنه كمان او بعد 200 سنه او قبل ما هو ظهر ب 100 سنه، فكان يعني كان هيبقى على قدر الموهبه دي وعلى قدر النجاح والتفوق ده. الحقيقه هناك سؤال تقليدي بنساله في كل حلقه، وهو من من الجيل الجديد يستطيع ان يقدم هذه الشخصيه ويلاقي نفس النجاح؟ عزيزي المشاهد اسمح لي الا اسال هذا السؤال في هذه الحلقه، ومع احترامنا وتقديرنا وثقتنا بأجيالنا الحالية وموهبتها، إلا أنه في بعض الأحيان يصعب علينا أن نجد من يحل مكان الفنان الكبير المتميز عبد الفتاح الأسري في دور الرئيس حنفي. يا أولية